السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته، وبركاته، معكم معكم مستر مستر حسام حسام الصياد الصياد من من قناة قناة فلاشة فلاشة التعليمية التعليمية افهم افهم وتعلم وتعلم ببساطة. ببساطة. ازيكم ازيكم يا يا أصحابي؟ أصحابي؟ النهاردة النهاردة إن إن شاء شاء الله الله بنكمل بنكمل مع مع بعض بعض شرح شرح منهج منهج ديسكفر ديسكفر اكتشف اكتشف KG2 KG2 الترم الترم التاني، التاني، ولسه ولسه بنكمل بنكمل مع مع بعض بعض شرح شرح شابتر شابتر 1 1 أو أو الفصل الفصل الأول الأول Sounds Sounds of of Music Music Sounds Sounds of of Music Music Sounds Sounds of of Music Music صوت صوت الموسيقى، الموسيقى، وده وده طبعا طبعا في في المحور المحور الرابع الرابع Communication 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 التواصل التواصل أو أو الاتصال. الاتصال. وزي وزي ما ما احنا احنا متعودين متعودين يكون يكون معانا معانا الكتاب الكتاب وقلم، وقلم، ولو ولو مش مش معانا معانا الكتاب الكتاب يكون يكون معانا معانا كشكول كشكول نكتب نكتب فيه فيه ونذاكر ونذاكر منه. منه. ويلا ويلا نبدأ نبدأ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم، الرحيم، ونوصل ونوصل لبيج لبيج 56 56 أو أو صفحة صفحة 56 56 وعنوانها وعنوانها Making Making a a Kizoo. Kizoo. Making Making a a Kizoo. Kizoo. Kizoo Kizoo يعني يعني مزمار. مزمار. طبعا طبعا احنا احنا عارفين عارفين المزمار، المزمار، وده وده شكل شكل المزمار المزمار زي زي كيزو. كيزو. كيزو كيزو يعني يعني مزمار، مزمار، وده وده طبعا طبعا آلة آلة من من الآلات الآلات الموسيقية. الموسيقية. المفروض المفروض أي أي عازف عازف أو أو أي أي بلاير بلاير بينفخ بينفخ فيها فيها وبيحرك وبيحرك صوابه صوابه على على الفورم الفورم اللي اللي موجودة موجودة فيها فيها وبتعمل وبتعمل صوت صوت جميل، جميل، ده ده اسمه اسمه كيزو. كيزو. كيزو كيزو يعني يعني مزمار. مزمار. فهنا فهنا بيعرفنا بيعرفنا وبيسألنا وبيسألنا في في نفس نفس الوقت، الوقت، أنت أنت لو لو هتعمل هتعمل كيزو 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 أو أو مزمار مزمار هتعمله هتعمله إزاي؟ إزاي؟ Making Making a a Kizoo Kizoo يعني يعني عمل عمل مزمار. مزمار. وبيقول وبيقول لنا لنا هنا هنا يا يا أصحابي أصحابي Draw 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 يعني يعني ارسم، ارسم، Align 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 يعني يعني خط، خط، To To match match To To match match لتوصل لتوصل each each step step each each step step كل كل خطوة خطوة To To the the correct correct order order To To the the correct correct order order للترتيب للترتيب الصحيح. الصحيح. Draw Draw a a picture picture Draw Draw a a picture picture ارسم ارسم صورة صورة of of your your kizoo kizoo of of your your kizoo kizoo يعني يعني للمزمار للمزمار بتاعك. بتاعك. فهنا فهنا البيج البيج دي دي والبيج والبيج اللي اللي بعد بعد منها منها مرتبطين مرتبطين ببعض. ببعض. البيج البيج دي دي هنبتدي هنبتدي نرتب نرتب خطوات خطوات عمل عمل أي أي كيزو كيزو أو أو أي أي مزمار. مزمار. والبيج والبيج اللي اللي بعد بعد كده كده أو أو الصفحة الصفحة اللي اللي بعد بعد كده كده هنرسم هنرسم صورة صورة للكيزو للكيزو بتاعنا بتاعنا أو أو المزمار المزمار بتاعنا بتاعنا اللي اللي إحنا إحنا هنعمله. هنعمله. فأول فأول حاجة حاجة نبتدي نبتدي نرتب نرتب خطوات خطوات عمل عمل الكيزو الكيزو أو أو المزمار. المزمار. فهنلاقي فهنلاقي يا يا أصحابي أصحابي مكتوب مكتوب هنا هنا في في البيج البيج first 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 يعني يعني أولا، أولا، second 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 يعني يعني ثانيا، ثانيا، third 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 يعني يعني ثالثا، ثالثا، وfourth وfourth fourth fourth يعني يعني رابعا. رابعا. first first second second third third fourth. fourth. مرة مرة كمان كمان first first second second third third fourth. fourth. فأول فأول حاجة حاجة أو أو أولا أولا المفروض المفروض إن إن هو هو مدينا مدينا الستبس الستبس أو أو الخطوات الخطوات اللي اللي إحنا إحنا هنحدد هنحدد دي دي الأول الأول ولا ولا التاني التاني ولا ولا التالت التالت ولا ولا الرابع الرابع في في البيج. البيج. هنا هنا هنوصل هنوصل كل كل خطوة خطوة بالترتيب بالترتيب بتاعها، بتاعها، أو أو to to the the correct correct order order زي زي ما ما هو هو قايل قايل لنا لنا to to the the correct correct order order للترتيب للترتيب الصحيح. الصحيح. correct correct يعني يعني صحيح صحيح وorder وorder يعني يعني ترتيب. ترتيب. فهنا فهنا مدينا مدينا الستبس الستبس أو أو الخطوات الخطوات وإحنا وإحنا نقراهم نقراهم من من فوق. فوق. مثلا مثلا مكتوب مكتوب هنا هنا في في أول أول صورة صورة put put a a rubber rubber put put a a rubber rubber يعني يعني ضع ضع مطاط مطاط ضع ضع قطعة قطعة مطاطية مطاطية band band ضع ضع قطعة قطعة مطاطية مطاطية around around the the paper paper around around the the paper paper حول حول الورقة الورقة اللي اللي هو هو الأستك الأستك يا يا أصحابي. أصحابي. ده ده اسمه اسمه rubber rubber band band rubber rubber band band rubber rubber band band rubber rubber band band يعني يعني أستك. أستك. احنا احنا هنحط هنحط put put a a rubber rubber band band ضع ضع قطعة قطعة مطاطية مطاطية around around حول حول the the paper paper the the paper paper الورقة. الورقة. وهنا وهنا زي زي ما ما احنا احنا شايفين شايفين في في الصورة الصورة في في تيوب تيوب كده كده أو أو أنبوبة أنبوبة وعليها وعليها ورقة ورقة أو أو paper paper ومحطوط ومحطوط حوالين حوالين الورقة الورقة دي دي زي زي ما ما احنا احنا شايفين شايفين rubber rubber band band rubber rubber band band rubber rubber band band أو أو اللي اللي هو هو الأستك الأستك أو أو قطعة قطعة مطاطية. مطاطية. الصورة الصورة التانية التانية مكتوب مكتوب فيها فيها play play a a song song on on your your kazoo. kazoo. play play a a song song on on your your kazoo kazoo. يعني يعني العب العب أغنية أغنية أو أو اعمل اعمل أغنية أغنية أو أو اعمل اعمل الموسيقى الموسيقى بتاعت بتاعت أغنية أغنية on on your your kazoo kazoo بالمزمار بالمزمار بتاعك. بتاعك. هنا هنا خلاص خلاص ده واضح واضح جدا جدا إن إن هو هو عمله عمله وبيعزف وبيعزف بيه بيه كمان. كمان. play play a a song song on on your your kazoo kazoo يعني يعني اعزف اعزف موسيقى موسيقى بتاعت بتاعت أغنية أغنية معينة معينة on on your your kizoo kizoo بالمزمار بالمزمار بتاعك. بتاعك. طب طب الصورة الصورة التالتة التالتة مكتوب مكتوب جنبها جنبها
Cover the end of the tube with paper. غطي الأند cover يعني غطي the end النهاية أو الحرف of the tube الخاص بالأنبوبة with paper بورقة. واضح قدامنا إن هو هنا لسه ما كونش الحاجات على بعضها, أدي التيوب وجاي بيبر حطيتها منها, وحتى الرابر باند أو الأستيك لسه ما تركبش مكانه, فدي خطوة لسه في الأول خالص في أوائل العمل. وآخر صورة يا أصحابي بيقول لنا make a hole, make يعني اصنع a hole, ثقب in the tube في الأنبوبة اللي احنا هنعملها كيزو او مزمار. فهنا انا لسه جاي بالتيوب ولسه ما جابش حاجه تانية غيرها, بيقول لك اعمل هول او ميك هول, اعمل ثقب in the tube في الانبوبه دي. فانتوا شايفين اول خطوه الصوره الاولانيه ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. شاطرين الصوره الاخيره دي اللي هي فيها التيوب بس لسه ما جابش حتى اي حاجه تانية, وبيقول لك make a hole in the tube, اعمل ثقب في التيوب او في الانبوبه دي. فاحنا المفروض دي الفيرست ستيب او الخطوه الاولانيه, فنوصلها بكلمه فيرست او اولا زي ما احنا شايفين قدامنا. طب السكند او ثانيا المفروض هتكون انهي صوره يا اصحابي؟ هل يا ترى هي put a rubber band around the paper, هتحط الأستك حوالين البيبر أو الورقة اللي فوق التيوب, ولا هتعمل play a song on your kazoo, هتلعب موسيقى على الكيزو بتاعك, ولا cover the end of the tube with paper, هتغطي الأند أو الحافة بتاعت التيوب أو الأنبوبة with paper أو ورقة. شاطرين احنا خلاص عملنا هول او عملنا ثقب في التيوب, فالمفروض ان احنا بقى نجيب بيبر او ورقه ونغطي بيها الاند او الحافه او الحرف بتاع التيوب دي بالورقه دي. فالمفروض هي دي السكند ستيب او الخطوه الثانيه, فنوصلها بكلمه سكند زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الثيرد او ثالثا, هل يا ترى الثيرد ستيب او الخطوه الثالثه هي نعمل put a rubber band around the paper, ان احنا نحط استك حوالين البيبر, ولا ان احنا play a song on your kazoo, نلعب موسيقى خلاص على المزمار اللي احنا فعلا عملناه؟ شاطرين احنا لسه ما عملناهوش, فاحنا المفروض ان احنا بنجمع الكيزو بتاعنا والمكونات بتاعته, واللي هي الخطوة الثالثة ان احنا خلاص حطينا البيبر على الاند بتاعت التيوب, حطينا ورقة على حرف التيوب او الانبوبة بتاعتنا, هنثبتها بالرابر باند او الاستيك او القطعة المطاطية, ودي تبقى الثيرد ستيب او الخطوة الثالثة. فنوصل الصورة دي بثيرد او ثالثا. واخيرا او فورس ستيب الخطوه الرابعه هي طبعا play a song on your kazoo, العب موسيقى خاصه باي اغنيه على المزمار بتاعك او on your kazoo. ونوصلها طبعا فورس, لان دي الفورس ستيب او الخطوه الرابعه, فنوصلها فورس زي ما احنا شايفين قدامنا. وكده احنا عملنا ايه؟ كده احنا عملنا ماتشنج او توصيل each step, كل خطوة to the correct order بالترتيب الصحيح بتاعها. المفروض ان احنا مطلوب بعد كده من هنا ان احنا نعمل drawing او نعمل row نرسم at picture صورة of your kazoo للمزمار بتاعك, وده هيكون في البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 57 او صفحة 57, وفيها طبعا الدايركشن او المطلوب التاني draw your kazoo يعني ارسم المزمار بتاعك, add color يعني كمان هون وديله لون.
فزي ما احنا شايفين قدامنا ده ممكن مثلا يكون شكل المزمار بتاعنا او الكيزو بتاعنا اللي احنا صنعناه، وممكن ده كمان يكون لون من الالوان بتاعته لو لون اي لون انتم تحبوه. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 58 او صفحة 58 وعنوانها Sign Language. Sign يعني إشارة، الإشارة اللي هي أي حاجة أو أي حركة إحنا بنعملها بس تكون من غير صوت. يعني مثلا في الكلاس روم لو أنتوا مثلا قاعدين وعملتم نويز أو دوشة شوية والتيتشر بتاعكم قال لكم مش عايز أسمع صوت، فالمفروض ان انتوا وانتوا قاعدين ساكتين لو حد عايز يقول حاجة او حد عايز يعمل حاجة ممكن يعمل ساين، ممكن يعمل ساين او ممكن يعمل اشارة، ودي بتبقى اسمها ساين لانجويج. لانجويج يعني لغة، وساين ساين يعني اشارة، فده اسمه على بعض ساين لانجويج او لغة الاشارة. وايه اهمية الساين لانجويج او لغة الاشارة؟ مثلا لو في حد من اصحابنا مثلا لا قدر الله ما بيسمعش او ما بيعرفش يسمع، سمعه مش موجود او سمعه ضعيف، فهو بيحتاج يتكلم او يتعامل مع الناس اللي حواليه بالساين لانجويج او بلغه الاشاره. وزي ما قلت لكم برضو ممكن يكون في مكان معين مش مسموح صوت عالي او مش مسموح بالصوت اصلا، فنستخدم برضو الساين لانجويج، الساين لانجويج او لغه الاشاره. فاحنا هنا يا اصحابي هنتكلم عن ثلاث حاجات في لغه الاشاره او ثلاث حركات، 3 ساينز او ثلاث حركات المفروض ان هم معروفين بالنسبه للناس اللي بتتكلم وبتعرف لغه الاشاره. الثلاث حركات دول او 3 ساينز دول او ثلاث اشارات دول هم yes يعني نعم، no يعني لا، و thank you يعني شكرا لك. فانا بيكلمنا عن الثلاث كلمات دول ازاي نقولهم من غير ما نتكلم، وازاي نعبر عنهم عن طريق الساين لانجويج او لغه الاشاره. فانا بيقول لنا write اكتب، the meaning معنى، next المعنى، next to each sign الى جانب كل علامه او كل اشاره من الاشارات. ومدينا هنا حاجه اسمها الورد بانك، الورد بانك او بنك الكلمات. ومدينا ثلاث كلمات، thank you يعني شكرا لك، ويس يعني نعم، ونو يعني لا. فأول صورة يا أصحابي فيها الشخص ده أو البيرسون ده وهو بيعمل حركة بإيديه زي ما احنا شايفين قدامنا. إيده هنا كان عامل صباعينه بالشكل ده، بعدين رجعهم على نفسه وشاور على نفسه. فقال لي ترى انتوا شايفين مثلا دي معناها yes نعم، ولا no لا، ولا thank you يعني شكرا لك. شاطرين دي معناها yes يعني نعم، لأن هو ده المعنى بتاعها اللي هو بيبقى عامل صباعين كل ايد بالشكل ده وبعدين يرجعهم ويشاور بيهم على نفسه زي ما احنا شايفين قدامنا. فده معناها yes يعني نعم، انا موافق على الكلام اللي انت بتقوله. فزي ما انتوا شايفين قدامكم ده معنى الاشاره دي او الساين دي، وانا افتحت منها yes يعني نعم، لان هو ده الميننج او المعنى بتاعها. طب الصوره الثانيه يا اصحابي هو حاطط ايده بيحيي اللي قدامه وكانه بيحيي التحيه العسكريه، والمفروض ان احنا عايزين نعرف الميننج او المعنى بتاع الساين دي او الاشاره دي. هل يا ترى معناها yes ولا no ولا thank you؟ شاطرين هي معناها thank you او شكرا لك. اي حد بيشكر اي حد تاني with the sign language او بلغة الاشارة ممكن ما يقولوش اي حاجة خالص ويعملوا بس الحركة دي معناها شكرا او thank you. فدي معنى الساين دي، فنكتب تحت منها thank you او شكرا لك، و
ده الميننج او المعنى الخاص بالساين او بالإشارة دي. طب ثالث صورة او صورة ثالثة موجود فيها two person او شخصين. الشخص الاولاني بيعمل بصبع وكده بيحركه يمين وشمال، والشخص الثاني بيعمل علامة يس اللي احنا قلنا عليها في الاول. فاحنا عايزين نعرف هنا الشخص الاولاني ده معنى الساين دي ايه، اللي هو بيعمل بصباعه يمين وشمال كده وهو بيشاور لنا. هل يا ترى دي معناها يس نعم، ولا نو لا، ولا ثانك يو شكرا لك. شاطرين دي معناها نو يعني لا، اي حد عايز يقول لحد تاني لا نو ممكن ما يتكلمش خالص ويعمل بصباعه كده يمين وشمال، ده معناها لا نو. وبالتالي هنفتح منها نو او لا لان ده الميننج بتاعها. وزي ما عرفنا في الاول ان الحركه بتاعت الشخص ده او البيرسون ده اللي فيها بيحرك صباعين كل ايد من قدام ويشاور بيهم على نفسه، دي معناها يس او نعم، يعني انا موافق على اللي انت بتقوله. وهنفتح منها هنا يس زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا شرح الحديث دي وانهينا معها شرح درس النهارده. في الختام اتمنى ان تكونوا استفدتم. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متاكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومه وهتفرق معاك كتير، وانت مش هتخسر حاجه بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس او الروابط بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، وسايب لكم كمان الروابط الخاصه بقواعد التشغيل بكل المناهج الخاصه بكل المناهج بكل المراحل، الترم الاول والترم الثاني منظمه جدا. لو حابين ترجعوا لاي درس هتقدروا تلاقوه بمنتهى السهوله في قائمه التشغيل الخاصه بيه. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.